بمحبة كبيرة مشاهدينا، نلتقيكم دائما من خلال منتصف النهار وعبر شاشة الشرقية نيوز. أهلا بجميع من يشاهدنا وأهلا بك علي. أهلا رنا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة، أسبوع جديد. نبدأ هذا الأسبوع طبعا بالطاقة الإيجابية وبالعطاء بالمحبة والتفاؤل والأمل والسلام. حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا راح نتابع فيها كثير من الفقرات، وعندنا قضية مهمة جدا تخص الشباب. فاصل ونبدأ هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من أخبارنا المحلية. وطبعا أعلنت وزارة التربية استمرار العمل في مخازنها بأيام الجمع والعطل الرسمية لاستكمال تجهيز المديريات بالكتب المدرسية. وقالت الوزارة في بيان لها أن وزير التربية محمد إقبال وجه باستمرار الدوام في المخازن لسد النقص الحاصل في الكتب المدرسية وبأسرع وقت ممكن، بعد أن أرجعت الوزارة في وقت سابق سبب تأخر توزيع الكتب إلى قلة التخصيصات المالية وعدم وجود مطابع محلية لطبع المناهج الدراسية. وجاء قرار وزارة التربية هذا بعد أن أكد ناشطون مدنيون أن مشكلة نقص المناهج المدرسية خلال العام الدراسي الحالي قد تسبب بانهيار العملية التعليمية في العراق، وطالبوا وزارة التربية بتوفير المناهج الدراسية وعدم تحميل الطلبة أعباء مالية تثقل كاهلهم وكاهل ذويهم، مشيرين إلى أن الأزمة قد تكون متعمدة لزعزعة الواقع التعليمي في العراق. من جهتهم طالب طلاب المدارس وذويهم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة ضد وزارة التربية واستجواب وزيرها في البرلمان على خلفية نقص المناهج الدراسية، منتقدين الحجج الواهية التي تتذرع بها وزارة التربية لعدم توفر الكتب للطلبة، بعد أن أكد وزير التربية أن الكتب متوفرة في المخازن لكن لا توجد وسائل نقل لنقلها وتوزيعها على المدارس. ونبقى مشاهدينا في الشأن التربوية التعليمية، حيث أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني أن أكثر من 5000 طالب وطالبة تم قبولهم في الكليات والمعاهد العراقية، مؤكدة سعيها لزيادة نسب القبول في المعاهد والكليات. وقال مدير عام التعليم شلال إسماعيل نوري أن وزارة التعليم العالي أعلنت نتائج القبول لمدارس التعليم المهني، مبينا أنه تم قبول 5482 طالب وطالبة، منهم 374 طالب وطالبة تم قبولهم في الكليات التقنية الذين هم من العشر الأوائل، فيما تم قبول 5018 طالب وطالبة. وأيضا أضاف نوري أن عدد المرفوضين في القبول المركزي بسبب العمر بلغ 321، فيما بلغ عدد المرفوضين من القبول بسبب عدم كفاية المعدل 1319 طالب وطالبة، إضافة إلى 10 طلاب تم رفضهم بسبب عدم كفاية الاختيار. حيث أعلن فريق إعفائي ألماني اكتشاف مدينة كبيرة تعود للعهد البرونزي قبل 3000 سنة قبل الميلاد، ومستوطنة تعود لعهد الإمبراطورية الأكادية قبل 2200 سنة قبل الميلاد، وتعد بمثابة أول إمبراطورية بتاريخ الإنسانية بمحافظة دهوك في كردستان. وأشار الفريق الألماني المكون من 30 عالم آثار برئاسة البروفيسور بيتر بافلزر أن المنطقة تتميز بإرث تاريخي غير متوقع لوجودها على مفترق طرق استراتيجي بين عدة حضارات، مؤكداً عزمه تأسيس مشروع آثاري طويل الأمد بالمنطقة بالتنسيق مع المختصين في إقليم كردستان. وكانت دائرة الآثار في محافظة توك أعلنت خلال المدة الماضية عدة اكتشافات آثارية تعود لعصور ما قبل الميلاد، منها كهوف وتماثيل متنوعة وألواح طينية تعود للعصور السومرية والأكادية والآشورية والبابلية، وتم عرضها في متحف دهوك الوطني. أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ضبط مواد تجميل نسائية ومنظفات دخلت العراق بطرق غير شرعية ومخالفة للشروط الصحية. وقالت المديرية في بيان أن معلومات وردت بوجود مخازن ضمن جانب الكرخ ببغداد في داخلها مواد تجميل نسائية ومنظفات من ماركات عالمية دخلت العراق بطرق غير مشروعة ومخزونة بطريقة سيئة دون معرفة مدة الخزن. يأتي ذلك بعد أن ضبطت القوات الأمنية شاحنتين محملتين بمواد مهربة مختلفة من ملابس وأدوية وأجهزة النقالة ومواد احتياطية للسيارات ومواد متنوعة أخرى لم تخضع للرسوم الجمركية في بغداد.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى قضيتنا لهذا اليوم. طبعا ماكو احد من ادنى من يتعلم سياقه ما يعرف جمله مهمه، وهي السياقه فن وذوق واخلاق، لانها اول جمله نسمعها عندما نركب السياره. ولكن يعني هل يطبق سائقي السيارات هذه الجمله؟ ولو كانوا يطبقون هذه الجمله لما انتشرت الحوادث المروريه بهذا الشكل، يعني اللي نشوف شكل كبير جدا اليوم لانتشار الحوادث المروريه في الشوارع العراقيه. اليوم راح نتحدث بالتحديد عن ظاهره التفحيط اللي قبل يومين راح ضحيتها شاب في تقاطع شارع 14 رمضان بالمنصور بسبب قيام احد المتهورين بالتفحيط بسيارته، ما ادى الى دهس هذا الشخص واللي فقد حياته للاسف نتيجه تهور هذا السائق. يعني علي، موضوع التفحيط موضوع خطر جدا، ورياضه تعتبر خطيره جدا، يعني هي من الهوايات اللي أقبل الشباب العراقي عليها، يعني لربما هي تكون اليوم ظاهرة مؤقتة، يعني الخوف أن تتحول هذه إلى ظاهرة دائمية. التفحيط ليس فقط أنه يهدد حياة الآخرين وإنما حياة الشخص نفسه، فبالتالي إحنا اليوم خلال منتصف النهار رح نتناول قضية التفحيط ونحاول أن نسلط قدر الإمكان الحلول ونعطي النصائح الممكنة، وكذلك نشد على أيدي رجال المرور على أن يتابعون هذا الموضوع أكثر. رح نتكلم حول هذا الموضوع، لكن قبلها نذهب للاستطلاع مع سيف عبد الوهاب، نشاهد التقرير ونعود. متابعينا في برنامج منتصف النهار، وفاة شخص في بغداد أثر حادث دهس نتيجة تهور سائق مركبة أثناء قيامه بعملية التفحيط. طبعا اليوم إجراءات جدا مشددة في بغداد من قبل رجال المرور تجاه أصحاب المركبات، يعني غرامة مالية وبالإضافة حجز. اليوم احنا بدنا نشوف انه نتيجة هذا التهور يقومون به هؤلاء سائقي هذه المركبات، يعني تروح كثير من الأبرياء. هذا الحادث ربما لم يكن هو الأول، يعني في الأيام الماضية يعني وفاة شخص أيضا في شارع الأميرات وأيضا في شارع 14 رمضان. راح يكون هذا اليوم محور استطلاعنا، راح نوجه أسئلة إلى عامة الناس، وبنفس الوقت راح ناخذ آراء رجال المرور حول هذا الموضوع المهم. ابقوا يعني عندك علم، يعني هسه أنا يمكن أمام كاميرتكم استوقفت واحد، مجرد سؤال جواب، إذا بالإمكان يعني تركن لي على اليمين نسحب سنويته وإجازته، مثل ما شفت أنت يمكن أمام كاميرتك انهزم، فاضطريت أنه أنا أطارده وانهزم بسرعة شديدة بحيث يمكن يعرض حياة المواطن للخطر، فلازم يحاسب هذا. أي مكان لزمته؟ لزمته دخل يعني بالأفرع حيدرغ أو ما أعرف يعني، فبالأفرع طاردته لأنه أنا شكيت بالسيارة حقيقة، قلت جاز غير أشياء أمنية تعرف يعني حسب توجيهات السيد اللواء ضياء المحترم واحد كرخ، فطاردته ومثل ما شفت لقينا عليه القبض وجبناه وحاسبناه وفق السياق المعمول به أنه حجز غرامة حسب القانون حسب الضوابط القانونية. والله مفارزنا مستمرة بإشراف السيد مدير عام المحترم السيد مدير بغداد، بدنا نشكل مفارز استيقاف وفق المادة 86 سنة 2004، نحجز المركبة نتخذ بها إجراء حجز، أيضا غرامة 30,000، أيضا تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة. أبرز المخالفات شنو يمارسوها بالشارع؟ أكثر شيء دي الأصوات الصنصات والضوضاء دي يمارسوها بالشارع خصوصا ضمن منطقة المول، فإحنا بالوقت الحالي تقريبا قطعنا دابرة لأن مفارزنا إن شاء الله مستمرة فارز الاستيقاف. اكثر شيء يعني حصل المركبات حصل صحيح نستوقف المركبه ونجري عليها الفحص، يصدر بها صوت ضوضاء ان نباشر بحجزها وايضا فرض غرامه 30,000 وايضا تعهد خطي بعدم تكرار المخالفه. اذا نشوف انه ظاهره كل السلبيه، يعني مثل ما نقول انه اكو اماكن يقدر واحد يقدر ياخذ راحته، تدري مثل الشباب اكو مثلا سيارة فيك بي هاي قدام العالم هاي يبطنش يسوي سالفة منا تدري هاي السوالف، فأنا أقول لك هاي يعني صح مرة واحد مثلا أنا من الناس مثلا أحب شوية هاي، بس يعني مو شوارع عامة خاف، تدري أكو ناس وعالم منا يعني عبر طفل أو إجا واحد ما شاف
اكيد على واحد راح يصير مشاكل لو راح يصير ضرر بهالموضوع. طبعا هي هاي العاده غير حضاريه، خاصه ان احنا يعني ببغداد ونشوف خاصه الشباب هذا الوقت يعني قاعد يسوون هاي السوالف على مود يجذبون انظار الناس او العالم، خاصه قدام البنات او الفتيات او هيك شيء. ودائما مثل ما لاحظت قبل فتره يعني صار حادث هنا بالمنصور يم شارع 14 رمضان، يعني بصراحة يعني هذا الشيء يعني احنا ما مربينا عليه اهلنا يعني، وعاداتنا وتقاليدنا ما تسمح بهذا الشيء. اي نعم، هي مثل ما قلت لي يعني السياقة هي فن وذوق الاخلاق، بس يعني ما اعرف هم شنو اللي يريدون يوصلون لنا من خلال هذا الشيء. ظاهرة التفحيط بصراحة هي من الظواهر السلبية اللي دخلت على المجتمع العراقي بعد التغيير السياسي اللي جرى عام 2003، لكن في هذه الايام نرى ان هناك تهور باستخدامها من قبل الشباب. يعني حوادث كثيرة تحدث في بغداد في عدة مناطق، أدت في بعضها إلى وفاة بعض الأشخاص، قد تكون إلى إصابة خطيرة لبعض الآخر. طبعا نحن المطالبات من الحكومة قد يكون فد شيء يعني في هذا الوقت صعب أو عدم ممكن أن تطبيقه، لكن في المستقبل ندعو البرلمان أو الحكومة من تضع قوانين تنظم من هاي العمليات، قد يوفروا لهم ساحات مضامين رياضية قد يؤدون هاي الرياضة. نتمنى من الجميع الالتزام بالنظام المرور. السياقة هي فن وذوق وأخلاق، ولا سيما وأن مجتمعنا العراقي يتميز بالعادات والأمور العشائرية والعادات الاجتماعية والتقاليد كذلك. فيعني احنا نشوف هنا الشباب يستخدمون مضخمات الصالنصة اللي هي تعتبر مضخمات الصالنصة للسيارات الحديثة، ويستعرضون في شوارع بغداد من أجل يعني إغراء البنات أو الأمور يعني الفيك. إذن شكرا لسيف عبد الوهاب من بغداد على هذا الاستطلاع اللي سلط الضوء على ظاهرة التفحيط اللي انتشرت نوعا ما في بغداد اليوم. للأسف الشديد يرافق انتشار هذه الظاهرة عدم توفر أماكن مخصصة للتفحيط، ما أدى إلى وفاة شخص قبل كم يوم في المنصورة. نتحدث أكثر مع ضيفنا من بغداد عن هذا الموضوع، عضو المكتب الإعلامي في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد. نارك سعيد سيد عمار، بداية يعني خلينا نتحدث قبل أن نذهب إلى ظاهرة التفحيط ونتحدث عن خطورة قيادة المراهقين اليوم والقاصرين للسيارات. نشوف أنه في بغداد يمكن هناك الكثير من الشباب القاصرين أو المراهقين ده يقودون السيارات وما عندهم إجازة السوق، بالتالي يسبب ربما كثير من مشاكل هذا الموضوع. هل بدأتم بإجراء يعني إجراءات للحد من انتشار هذا الأمر؟ نعم، مساء الخيرات عليكم وعلى قناتكم الكريمة وعلى مشاهديكم، وأنا أشكركم على طرح هذا الموضوع. أتذكر كنا وياكم قبل سنة ونص أو سنتين هم كان هناك حادث، وأيضا التقينا وسويت تقرير جميل على هذا الموضوع. أولا بالنسبة للقاصرين والمراهقين، القاصرين شبه انتهت حالة القاصرين 18 سنة يحصل على إجازة، لكن نجي إلى كلمة مراهقين. مثل ما نعرف ودرسنا احنا انه المراهق اي شخص اي انسان يبدي دور المراهقة عنده من سن 13 سنة الى 22 او 23 سنة، يعني هو حتى اذا كان حاصل على اجازة السوق صار له سنتين هم يعتبر من ضمن المراهقين، جموح الشباب عندهم. هذا الموضوع احنا التفحيط اكثر من مرة دخلت كمديرية المرور العامة في جانب هو ليس من اختصاصه اصلا، يعني دخلنا ويا الشباب ممارسات كثيرة فعاليات كثيرة شاركنا بها وياهم، ايضا اسبوع المرور جعلناهم يشاركوا ويانا، هذا كله حتى نكسبهم نقف معاهم، اذا تعرض اي واحد من عندهم الى اي مشكلة احنا نقف معهم حتى نكسبهم، نريد منهم الالتزام. لكن مع الاسف البعض يسيء استخدام مثل هذه المركبات. أحد الإخوان تكلم عن العادم، العادم يعني ضمن منطقة الكرادة، شكوى وردت أنه ساعة بالثنتين أو بالثلاثة الصبح يبدون يستخدمون مركباتهم من ساحة الحرية باتجاه جسر الجادرية، وأكثر من حادث وقع بسبب عمليات السرعة والتفحيط وهذا استخدام العادم. كل ما يزيد من قوة المحرك وضخ الوقود يزيد صوت العادم. طيب هم ما يفكرون أنه أكو ناس، هذا خاصة بالسياقة فن وذوق وأخلاق، أنه أكو ناس قد يكون أطفال مرضى موجودين هذا الصوت المزعج. هاي واحد. اثنين نجي للحوادث. طيب أنتم ما تفكرون بأهلكم؟
يعني عندكم أهل يجب أن تفكرون بهم. الحادث اللي وقع أول أمس يعني كان حادث كارثي، أنه هو دا يقود بسرعة شديدة جدا جدا، منطقة من سيد الحليب باتجاه تقاطع 14 رمضان مقابل فقمة تقريبا، سائق دراجة أمامه دهسه، ومع الأسف يعني ظل تحت المركبة إلى الدفاع المدني والدوريات اللي جتي خرجوه متوفي مع الأسف، هو بالتوقيف. طيب أنت ليش هسه بالتوقيف وأنت شاب؟ ليش انه اهلك متعذبين من وراك وانت شاب وبالتوقيف؟ مستقبلك قد ينعدم، يتدمر مستقبلك بسبب حاله من الجمهور. حبيت تشوف سياره معروفه عالميه، سياره سريعه، سياره تمارسون بها هواياتكم في اماكن، لكن اكيد موضوع الاماكن وتحديد هذا انتم قد تسالون عنها في وقت اخر. يعني العميد عمار مثلا ما يوجد هناك تخوف مثلا من هاي التجمعات الشبابيه الخاصه بمواضيع التفحيط؟ مثلا نشوف يعني كتجربة مثلا في أحد الدول العربية، مثلا السعودية هي من أكثر الدول العربية اللي تعاني من موضوع التفحيط، وكل سنة تحصد العشرات من أرواحها، فبالتالي كانت هناك قوانين صارمة، فرضت هناك غرامات مالية، حجز سيارة، ويعني تقدر يمكن حتى الأمور المالية $5,000 أمريكي، وإذا تكرر الموضوع فبالتالي يتم حجز السيارة نهائيا وحتى تصل إلى السجن. هل ممكن أن نشاهد يعني هذا النوع من القوانين في العراق مثلا حتى نتلافى موضوع أن تكون ظاهرة دائمية وبالتالي تستهوي المراهقين؟ نعم، سؤالك هو جوابه راح يكون بجزئين. يعني الجزء الأول أنه يجب أن نتبع طريقة بالتعامل مع هؤلاء الشباب، لا يجب استعمال القسوة دائما. إذا نجي المخالفة القانونية فمديرية المرور العامة تستطيعون أيضا من خلال تعليقات بعض الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وانتقاداتهم اللاذعة وسيل من الشتائم يلقون على المرور بسبب محاسبتهم على العادم، وأنه هذه حرية شخصية. لا، الحرية الشخصية لا تفهم بهذا الشكل. الحرية طبعاً الشخصية طبعاً هي مارس أي عمل بحريتك بما لا يؤثر على حرية الغير. صح. فشبابنا يجب أن نتبع وياهم أسلوب آخر. إحنا دخلنا وياهم حتى توجهنا اللجنة الأولمبية، وهذه ذكرتها اللجنة الأولمبية، عندها قوانين أنه تشكل لجان مو اتحادات، لجان، وهذه اللجان تمارس هوايتها بإشرافهم، يكون مسؤولين عليهم، ومن ثم بعد 6 أشهر أو سنة عند انعقاد المؤتمر التأسيسي لهم يعرضون مشاركاتهم فعالياتهم بقرار اللجنة الأولمبية تشكيل اتحاد أو لا. بتشكيل الاتحاد تنتهي هذه المشكلة، لأن راح يكونون كلهم تحت مظلة اتحاد يمارسون هواياتهم. هسه الدراجات احنا بدينا بعض الشيء، الدراجات أكثر من لجنة، لجنتين تشكلت لمتابعة عمل الدراجات ومشاركات في معرض بغداد الدولي، فرق عالمية، بايكرز أو غيره، هذه بدأوها. وهنا احنا نقدر نحتويهم، نقدر نخليهم يمارسون هواياتهم في أماكن محددة ما يشكلون خطر على حياتهم وعلى حياة الغير. لكن المركبات لحد الآن يعني تصوروا في شارع ربيعي خلف جامع القزازة بدأوا يتجمعون، أنا أشوف أطلع على مواقع التواصل الاجتماعي يتجمعون حتى يمارسون هواية التفحيط. طيب في حي سكني احنا كمرور العامة تستطيعون الاطلاع على سجلاتنا سواء بالكرخة والرصافة، حجز المركب حتى اذا كان صوت العادم صوت عالي، حتى اذا ما كان دا يستخدم استخدام سيء تحجز المركبة الا تزال المخالفة. لكن هذه مشكلة التفحيط والسرعة العالية، بدأوا يستغلوا انه ساعة بالوحدة بالليل يطلعون على طريق صلاح الدين السريع ويسوون سباقات، هذه مشكلة. احنا من دا توصلنا معلومات دا نطلع مفارز عليهم، لكن في بعض الأحيان يخلوها بصورة مخفية حتى يمارسون هوايتهم، ونظل نقول دائما بحاجة إلى مظلة حتى تحتويهم، لجنة حتى ترعاهم بهذا المجال. طبعا أكيد يعني ضروري جدا هذه اللجنة اللي يجب أن ترعاهم مثل ما تحدثت، وأيضا تخصيص أماكن للتفحيط اليوم في بغداد وباقي المحافظات. يعني خلينا نتحدث عن المسؤول المباشر عن انتشار مثل هكذا الظاهرة اللي تحصد أرواح الشباب، مثل ما تحدثت قبل قليل عن هذه الحادثة في الأليمة في منطقة المنصور. يعني هل الأهل برأيك هم اليوم هم المسؤول الأول عن انتشار هذه الظاهرة، أم غياب القانون الرادع لمثل هكذا ظاهرة؟ والله يا أخي العزيز هذا راح يدخلنا، أنا ما أريد أدخل في مواضيع متعددة ويأخذ وقت من عندكم ومن عندنا، لكن بصورة مختصرة التربية البيتية هي مدرسة بحد ذاتها. التربية في البيت والمدرسة، لكن جزء الأكبر للبيت هو يأخذ الحيز الأكبر. احنا مثل ما تعلم يعني قبل عام 2003 من دخلنا للانترنت، هذه السيارات الحديثة، عدم تحديد الاستيراد، هذه كلها عندنا شباب، وشباب يطلعون على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهدون في دول العالم ماذا يحدث، بدأوا يمارسون هاي الهوايات. لكن مو بنفس، مع كل احترامي وتقديري لأبناء الشباب،
مو نفس الثقافة اللي يتبعوها بالخارج. يعني تشاهد سائق دراجة يمارس ألعاب بهلوانية في طريق عام حتى يظهر نفسه أمام الفتيات مثل ما ذكروا، لكن بالخارج شوفوا أنتم هنا هل هناك فيديو منشور باليوتيوب أنه سائق دراجة دا يمارس مثل هذا العمل بدون ارتداء الخوذة، بدون ارتداء الملابس الخاصة؟ طيب احنا يجب ان نصل مع الشباب انه فهموا انهم قيمة عليا في المجتمع. كيف نصل الى هذه الحالة؟ اكيد هو الطريق صعب، وكل قد في مناطق هناك اشواك كثيرة تعرق العملنا، لكن الشاب يجب ان يراعى في كل الاحوال تهيئة المكان، وهذا هو المشكلة الاكبر وهي تهيئة المكان. يعني بعض الاحيان في نادي الفروسية، في بعض الاحيان كان جزيرة الجادرية، جزيرة الجادرية اغلقت لوجود عمل استثماري بها، ما عندهم مكان يمارسوا به، بدأوا يستغلون طرق المرور السريعة. وقبل سنتين من كنا وياكم كان هناك شاب استفزازه من قبل شباب أصدقائه بدأ يصور السرعة يقوده إلى أن اصطدم بمركبة كبيرة وتوفى. هنا يجي دور الأهل، هل كل ما يطلبه الابن يجب أن يوفر له؟ لا، بالتأكيد لا، يجب أن يوفر بحدود معقولة حتى نحافظ عليه. الابن مدى يشعر يطلب من أبوه يجيب له سيارة حديثة، يطلب من أبوه يجيب له دراجة حديثة. الأب يجب أن يتابعه، يشوف وين ده يمارس هذه، يتابع قيادة المركبة، ماكو متابعة. بالأخير الأهل يفجعون بوفاة ابنهم والندم ما يفيد في كل الأحوال مع الأسف. يعني إحنا موضوع التفحيط عندنا هو موضوع موجود، لكن لماذا لا تتوفر مثلا هاي الساحات حتى على الأقل أنه تكون هناك سيارات مجهزة، وخاصة أنه موضوع التفحيط يحتاج لأنه تكون السيارة على ميكانيكية عالية وكذلك كهربائية تكون ملائمة لهذه الهواية، فبالتالي يعني متى ممكن أنه نشاهد التفحيط لكن تحت إطار قانوني؟ نعم، تحت الإطار القانوني يجب أن يكون هناك اتحاد خاص بالسيارات، هذه لا يمكن ان يكون اطار قانون غير هذا. وزاره الشباب توجهنا لهم احنا في حينها، قالوا يجب ان يكون هناك اتحاد. اللجنه الاولمبيه توجهنا لهم ايضا، قالوا وفق القوانين اللي عندهم انه لجان ترعى مثل هؤلاء الشباب، ومن ينعقد المؤتمر التاسيسي يطرحون نشاطاتهم، تقرر اللجنه الاولمبيه استحداث اتحاد بالدراجات. الاتحاد متى ما تشكل، يعني حتى اذا ما يمارسون هواياتهم ترى بالعراق راح تكون عندهم مشاركات خارج العراق، صح. هناك مناطق ممكن انه تكون بها ساحات لكن خارج بغداد، اطمنكم انه داخل بغداد او اطراف بغداد ماكو اي ساحه حاليا، لان احنا دريد مناطق تبادل تجاري لقينا يعني شاهدنا انه جميع الاراضي اما هي ملك لاشخاص او مستغله استغلالات اخرى، فماكو مكان. لكن ممكن اطراف بغداد، خارج اطراف بغداد تهيئت مثل يعني هذه الساحه، وهذا لن يتم أن يكون الا بوجود رعايه مشروع ان تهيئ يعني الطرق الخارجيه، خاصه انه بغداد او المحافظات العراقيه يعني هي تكون مناطق تجاريه، مناطق سكنيه، فبالتالي الحوادث فيها تكون عاليه يعني اذا ما مورست هوايه التفحيط. شكرا للعميد عمار وليد من قسم العلاقات والاعلام في مديريه المرور العامه، شكرا لانضمام ويانا في منتصف النهار. مشاهدينا بعد الفاصل ابقوا ويانا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا اصبحت العدسات اللاصقه دارجه بشكل كبير خاصه بين الفتيات في ظل تغير وتطور مقاييس الموضه والجمال، اضافه الى استخدامها في المجالات الطبيه ايضا. خاصة بين النساء، ولكن هاي العدسات لها أضرار وفوائد يمكن استعمالها من دون أضرار بالعين، خاصة أنه قد تسبب أضرار كثيرة منها جفاف أو حساسية العين والتهاب الملتحمة وكذلك التهاب الجفون، إضافة إلى احتمالية إصابة القرنية بدون قصد أثناء خلع وتركيب العدسة. لتجنب طبعا هذه الأضرار يفضل اتباع مجموعة من النصائح عند ارتداء العدسات اللاصقة. أولها، إذا كنت تفكر في شراء عدسات لاصقة يجب أن تقوم أولا بعمل كشف طبي عند طبيب العيون للتأكد من عدم إصابة عينيك بأي التهابات أو تحسس للعدسة اللاصقة. وشراء العدسات من مركز طبي، حيث يفضل أن تشتري العدسات من مركز طبي متخصص للعدسات اللاصقة، حيث تضمن جودتها أو تضمن لك جودتها وأن تكون مناسبة أحيانا لقياس نظرك، مما يوفر الحماية لعينيك. أيضا التأكد من فترة الصلاحية، عند شراء العدسات يجب السؤال عن فترة صلاحيتها والتأكد من تاريخ النفاذ، خاصة وأن جميع ماركات العدسات اللاصقة تنتج نوعيات تنتهي صلاحيتها بعد يوم أو أسبوع أو شهر، وهناك أيضا العدسات الدائمة التي تظل صالحة للاستخدام لمدة 6 أشهر أو أكثر. وتنظيف العدسات، في أغلب الأحيان تحصل على عبوة
محلول لتنظيف أو عبوة لتنظيف العدسات كهدية مجانية عند شراء العدسات اللاصقة، ولكن يجب أن تراعي التخلص من المحلول في حال بقى لديك لمدة تزيد عن 6 أشهر وشراء عبوة جديدة للحفاظ على صحة عينيك. والعناية أيضا لها دور كبير، حيث تستدعي العدسات اللاصقة عناية جيدة، حيث أن إهمال نظافتها وعدم الاهتمام بتوجيهات الاستعمال يمكن أن يؤدي إلى مشاكل متعددة وخطيرة مثل قرحة في القرنية والتهابات في أجزاء متعددة من العين. والاختيار نوعية جيدة من العدسات ولتجنيب العين الإصابة بأي تحسس أو التهاب، يفضل اختيار نوعيات جديدة من العدسات لارتدائها، خاصة تلك التي تكون ناعمة وطرية لكي لا تؤذي القرنية أو تخدشها. ويجب أن ترتدي العدسات لعدد محدود من الساعات يوميا، حيث أن ارتداؤها المستمر أو لفترات طويلة يعرض العين لإخدار جسيمة ولا ينصح به إلا لدواعي طبية. ويفضل عدم استخدام العدسات اللاصقة للعيون عند تناول بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل، خاصة التي تحوي على نسبة عالية من الأستروجين والمهدئات والمنومات ومضادات الحساسية وباسطة العضلات والأدوية التي تقلل إفراز الدموع مثل مضادات الهيستامين. ولا يجوز استخدام المراهم الطبية التي توضع داخل العين لعلاج مرض معين بالتزامن مع ارتداء العدسة اللاصقة، لأنها قد تتفاعل معها مسببة العديد من الأمراض. ويفضل ارتداء العدسات اللاصقة في الأوقات المناسبة والابتعاد عن استخدامها أثناء السباحة أو التعرض لحرارة مباشرة مثل مسرح الشعر أو عند التعرض للإضاءة القوية لفترات طويلة. أهلا بكم من جديد في فقرة الصحية. اليوم رح يرافقنا بهذه الفقرة أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان الدكتور صهيب حسان. أكيد رنا، طبعا اليوم دكتور صهيب ما راح يكون ويانا ضيف بالاستوديو، وإنما راح نروح ويا للعيادة حتى نشوف الحالة اللي راح يشتغل طبعا عليها ويشتغل أسنان هذه الحالة ويغير ابتسامتها أيضا. نتابع. مرحبا، أنا دينا زهراء من الأردن، بشتغل موديل لكذا براند. مشكلتي الوحيدة كانت أنه ما أقدر أضحك للكاميرا لأنه ابتسامتي ما كانت تعجبني، لحد ما قررت أروح لمركز عشتار كوزمودنت لأغير ابتسامتي وأغير حياتي. أهلا بكم في برنامج منتصف النهار، معكم دكتور صهيب إبراهيم من مركز كوزمودنت عشتار. اليوم رح نتكلم عن القشور الخزفية أو ما يسمى بالهوليوود سمايل. اليوم رح نفرجيكم حالة مريضة رح تكون محتاجة تغيير في ابتسامتها. رح نفرجيكم مراحل تحضير القشور الخزفية. المرحلة الأولى منبلش نفحص أسنان المريضة، بنشوف إذا فيهم أي علاجات، أي شيء تاني باللثة بده تعديل، بنفحصها بنشيك عليها. بعد ذلك بناخد قياسات وبنعملها تصميم وهمي. هذا التصميم مؤقت علشان المريضة تشوف إذا حابة تعمل أي تعديل أو أي تظبيط على القشور. بتشوف أهلها، بتشوف جيرانها، بتاخد رأيهم وبترجع لنا إذا في أي تعديل بنعدلها عليهم. بعد ذلك بتصير مرحلة تحضير الأسنان. بالبرد بنبلش بنبرد بالأسنان، نبرد من فوق القياس اللي أخذناه هالأيام، فوق القياس الوهمي. فبهاي الطريقة إحنا ما بنبرد من الأسنان كتير، يعني إحنا بدنا نوصل للسماكة 0.5 نص مليمتر أو أقل، أوقات 0.2-0.3 حسب حالة المريضة. هلأ رح نكون إحنا وياكم رح نفرجيكم كيف رح نحضر المريضة
ونفرجيكم خطوات العمل. مريضتنا اليوم دينا، راح نشوفها ونفحصها ونشوف شو عندها، نشيك على أمور أسنانها عشان نباشر بابتسامتها الجديدة. خلينا نشوف. وهيك بنكون خلصنا ابتسامتها لدينا، وهلا بنفرجيكم ابتسامتها الجديده. احتضنت محافظة أربيل ورشة عمل شارك فيها عدد من الأكاديميين من مختلف المحافظات العراقية بهدف التوعية بأهمية تعزيز روابط وأواصر المحبة بين فئات المجتمع الواحد. وتهدف الورشة التي نظمها مجموعة والمجموعة الدولية للتدريب والتنمية إلى التعريف بالرأي والرأي الآخر والتوعية بأهمية تقبل الآخر. مراسلنا في أربيل أمجاد ناصر حضر هذه الورشة ونقل جانب منها، نتابع في هذا التقرير. الأحداث السياسية والأمنية أثرت سلبا على أبناء المجتمع العراقي، واليوم من خلال منظمات المجتمع المدني التي تبادر وتسعى لإقامة الدورات والسفرات السياحية من أجل توطيد أواصر المحبة بين أبناء المجتمع العراقي ونبذ الخلافات، كاميرا منتصف النهار كانت في إحدى هذه الورش ونقلت هذه الأحداث، فابقوا معنا لنشاهدها معا. نشوف هذا التجمع الموجود اليوم هو عبارة عن الخليط العراقي الحقيقي، أنه في أي مكان إحنا ممكن أنه نقيم مثل هذه التجمعات الإيجابية، والغرض من عدها هو أولاً توطيد الأواصر، إضافة إلى ذلك أنه إحنا ننقل صورة إيجابية للمجتمع العراقي، هي رسالة حقيقية من خلال شاشتكم إلى الدول الخارجية أن العراق واحد موحد بأهله وناسه. ربما نختلف شيء ما في السياسة، لكن على أرض الواقع الشعب العراقي وشعب واحد. هذا الشعب رسالته الحقيقية هي التعايش السلمي،
احنا نتكلم اليوم كمنظمه يمكن المجموعه الدوليه للتدريب والتنميه هي حلقه الوصل اصبحت اليوم لجمع هذه الفئات اللي تشوفوهم امامكم. يمكن تحدثت حضرتك مع كثير من المشاركين اللي هم اصلا يمثلون كثير من المحافظات العراقيه، اجوا كلهم حتى يوجهون رساله ايجابيه ضد الارهاب، نقول كلمتنا الحقيقيه انه احنا عراقيين، ما فكرنا ما سالنا اي واحد انت منين او شنو دينك او شنو مذهبك، بقدر ما انه احنا تجمعنا وكانت لنا كلمه واحده. جينا من كافه شرائح المجتمع العراقي لتوطيد اواصر المحبه للشعب العراقي. انا هنا كدكتوره في جامعه بغداد والموجودين كذلك من كل الوظائف ومن كل الطوائف الشعب العراقي. الهدف هو مثل ما قلت لك توطيد أواصر المحبة والعلاقات العامة ومعرفتها وما معناها، وتعلمنا هنا أشياء مهمة جدا. خطوة جيدة وإيجابية دور المنظمات ودور الورش، كون يمكن تعرف على من كل المحافظات، أنا أطياف كل المحافظات، ولعله دخلنا ورش كثيرة حتى القوميات، يعني دخلت قوميات كثيرة، يمكن تعارف كسر الحواجز، الغاء الطائفية، تعارف أكثر، يمكن نستفاد من التعارف هذا، تواصلنا الاجتماعي مع باقي المحافظات والعلاقات الاجتماعية. أضافة إلى ذلك راح نبني علاقات أكثر، نوصل رسالة إلى محافظاتنا، كل فرد يوصل رسالة إلى محافظته، يعني بالاستفادة من الدورات هاي من خلال ورش العمل المكثفة التي نقوم بها حاليا في أربيل، في شمال العراق، في أربيل بالتحديد، ومشاركة مختلف فئات الشعب العراقي من الجنوب والوسط والشمال، وذلك لتفعيل العلاقات الاجتماعية بين أفراد الشعب من خلال الشباب المتطوع ونشاطاتهم في المجتمع، وذلك الهدف منه تعزيز روابط المحبة والأخوة بين مختلف فئات الشعب العراقي، بين فئات الشباب بالأخص، لأن الشباب هم المستقبل. بالتأكيد يعني هناك علاقات اجتماعية متجذرة بين كل مكونات وأفراد الشعب العراقي من الوسط والجنوب والشمال أيضا. بالتأكيد هذه الورش عمل تجمع بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال وأبناء الوسط لتكون هناك تعارف فيما بينهم، لتزيد هذه أواصر المحبة والعلاقات ما بين مكونات الشعب العراقي. قطعا نحن ليس لدينا أي مشكلة مع أي أحد، أنا لدي أقارب في الجنوب، لدي أقارب في الشمال، لدي أقارب في الوسط، في كردستان، في كل جميع محافظات العراق. هذه الحقبة المظلمة التي مرت على العراقيين هي التي فرقت العراقيين، ولكن مع ذلك نحن لم نتفرق، لازلنا متواصلين مع بعضنا. فعلا هذه الورش تجمع بين جميع مكونات الشعب العراقي. احنا اصلا هذه جروب وسفرتنا هي لتوطيد العلاقات بين يعني من الجنوب ومن الوسط، تجمعنا جينا لكردستان لان بكون احنا شعب واحد ونفس واحد ان شاء الله، ويكون ما بيننا تواطد ومحبه، وايضا هنا جاي نرتب انه يكون ما بيننا تواصل مستمر، مو فقط انه من الرحله وتنتهي هذه التواصل، وانما اكو ترتيبات اللي احنا نشرف على هذه الرحله انه يكون تواصل مع كردستان ومبادره اعمال واعمال مشتركه بيننا وبين المنظمات في كردستان ان شاء الله. ولقينا يعني كل ترحيب هم من الاخوان وكل تعاون، وهم اصلا هم حابين انه يكون تعاون ما بيننا وبينهم منظمات الوسط والجنوب مع كردستان، وان شاء الله يعني احنا اخوه، ويعني كلنا تحت عنوان واحد انه احنا عراقيين. نخلي كل ما يتعلق بالقوميه والمذهبيه والفئويه والطائفيه وراء اظهرنا، ونبدي بدايه انسانيه كما بدأت الشعوب، نضرب مثل بالشعوب الأوروبية لما اجتمعوا عقلاءهم ووصلوا إلى مرحلة وصار الاتحاد الأوروبي، وصار يعني وصلوا إلى هذا التطور العلمي والطبي وغيره. فإن شاء الله يعني من خلال هذه اللقاءات سنصل إلى ما نطمح. إذا مشاهدينا الكرام، مع هذه الفقرة نصل وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء ويوم سعيد.